خلينا بقى نتكلم شويه كمان وناخد الامور بجديه زي ما احنا يعني متعودين مع حضراتكم، زي ما احنا ماشيين كده احنا بنتكلم ب او يهمنا ان احنا نكسب كل ماتش ان شاء الله ورا الثاني في بطوله الدوري، وكمان لو احنا نتكلم عن افريقيا عشان تقدر كمان تحافظ على اللقبين، اللقب المحلي ولقب الافريقي. والامر كمان الايجابي جدا اللي اسعد كل الجماهير اعتقد ان السكواد عندنا يعني جاهز، زي ما فاروق ابتدى كلامه وقال احنا ما عندناش اساسي واحتياطي، ما عندناش لاعب بياخد نصيب اكبر من اللعب او الماتشات والخبره، واللعيبه تانية قاعدين مثلا على الدكه ما عندهمش فرصه مشاركه بشكل كبير. لا، انت عندك سكواد رائع جدا كامل في اي لحظه ممكن، حتى ده برضو عشان ما يبقاش الناس تقول لك ده كلام، لا احنا شفناه في ماتشات سابقه لما كان عندك غيابات يمكن في 9 كمان لعيبه اساسيه، فانت بتتكلم هل انت شعرت بيهم؟ لا انت ما شعرتش بيهم، انت ما حسيتش باي غياب موجود، سواء غياب بسبب الاصابه او الايقاف او غيره، لم نشعر باي يعني غياب لاي لاعب حتى لو اساسي، حتى لو وجوده كان يعني امر مهم جدا، لا كان عندك البديل اللي هو برده سد بشكل كبير جدا. فدي نقطه نجاح برده تحسب لكولر، لان مش كل المديرين الفنيين اللي عدوا على النادي الاهلي يا فاروق قدروا ان هم يحققوا ده، مع كل الانجازات برده اللي وصلوا ليها واللي حققوها من ناحيه البطولات وغيره، بس الشق ان انا اشتغل على اللعيبه بتاعتي جاهزية سكواد كامل متكامل مش بس من 11 لاعب، فاعتقد لا ده كان نجاح حققه كولر جدا مع النادي الاهلي. نقطة مهمة جدا يا نهاوند، يعني انا مبسوط لان بتتكلمي في نقاط فنية مهمة قوي. في نقطة مهمة جدا كتير ما اتكلمش فيها، او يعني احنا غفلانين دور شوية، اللي هو تيتسيان اندويا مخطط احمال النادي الاهلي. نهواندي، شوفي عدد المباريات النادي الاهلي بيلعبها في السنه، كم البطولات اللي انت بتشترك فيها، انت صحيح. بتطلع من سفر هنا لسفر هنا، لعيبه النادي الاهلي بلغه الكوره زي ما بنقول واقفين على رجليهم في الملعب. النادي الاهلي لما عمل القياسات الموسم قبل الماضي، وتيتسيان اندويا وضع برنامج تاهيلي لعيبه النادي الاهلي وعمل قياسات، انت بنيت على هذا الامر. لما جيت تعمل القياسات السنه دي، اعتقد شوفي لعيبه النادي الاهلي وهي بدء الموسم، فرق كبير جدا الناحيه البدنيه في النادي الاهلي، مميزه النادي الاهلي ومردودها وثمرها بتيجي على المنتخب المصري كمان مع طبعا النادي. طبعا بشكل كبير، لان احنا زي ما احنا عارفين من اكبر يعني قوام المنتخب طبعا النادي الاهلي، وده يشرفنا وبيسعدنا بشكل كبير، وده سنه عن سنه، ما هوش مثلا سنه 2 3 ويتوقف الموضوع. خلينا برضو نقول لحضراتكم معلومه يعني رقميه هنا، النادي الاهلي بعد الفوز على سان جوج رفع بقى رصيده بلغه الارقام من الانتصارات في البطولات الافريقيه ل 173 انتصار، ده طوال تاريخه، ده رقم كبير جدا لحضراتكم قارنتوه بانديه اخرى. وصل كمان ل 533 هدف في البطولات الافريقيه، وبيتاهل الاهلي لدور المجموعات، يعني كمان تاهله حقق رقم هنا قياسي جديد، وهو الصعود لهذا اصلا الدور للمره الثامنه على التوالي، يعني ما غابش عن دور المجموعات من 2016 حتى هذه اللحظه للمره 21 في تاريخه. ارقام يمكن بنسمعها كده لكن ارقام بتحفر في التاريخ، ارقام بتتحفز، وارقام بعد كده جيل عن جيل عن جيل بيجي يتكلم عنها، فطبعا انجازات كبيره جدا رقم، نتمنى كمان ان هي تزيد، ونشهد احنا كمان في وجودنا مع النادي الاهلي في ظل بقى عملنا بالنادي الاهلي مزيد من الانتصارات، علشان برضو ده بينعكس الى حد ما. انت عارف احنا اول ما جينا القناه انا وكريم طبعا ال 2020 الحمد لله كانت الثلاثيه وغيره، فالواحد فرح قال لك يعني برضو ايه وشه كان حلو يعني الى حد ما الحمد لله. هي كانت طفره سعيده على جماهير النادي الاهلي جدا وقتها، ودي احنا لمسنا في انطباع الناس يا نهواند لما بتتكلم معانا عن القناه وعن الطفره الاخيره لقناه النادي الاهلي. وخلينا نقتبس كلمة كريم في غيابه النهاردة، الحالة المزاجية بتاعت اللاعبين وبتاعت الجمهور بتبقى يعني بتبقى بتتكلمي في اعلى مستوى مع فوز النادي الاهلي. انت بتتكلمي كمان على يعني البطولات الافريقيه والارقام النادي الاهلي بيحققها. خلينا نقول لك يعني وقت المعسكر بتاع النمسا واحنا قاعدين، قاعد شفت مجموعه من لعيبه النادي الاهلي قاعدين بيتكلموا، اللعيبه بتركز في ايه؟ بتقول لك احنا عندنا النهارده او السنه دي بننافس على 8 9 بطولات، الجمهور عايز 10، مش هيقبل ان احنا نخسر بطوله. صح. فالعقليه اللي عند الجمهور مع اللاعبين اعتقد هي اللي بتميز النادي. طبعا احنا